صباح الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج ضيف الصباح. أسعد فيه باستضافة المدير العام للهيكل الصحية وعضو لجنة رصد ومتابعة تفشي كوفيد 19 البروفيسور ياسر حا. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير الأخت الفاضلة. صباح الخير لكل مستمعين. رمضان مبارك إن شاء الله لكل الجزائريين. شكرا. بروفيسور، يعيش العالم اليوم مع التطورات التي يعرفها فيروس كورونا بعد ظهور أكثر من فيروس متحور، سلالة البريطانية، الجنوب إفريقية، النيجيرية. هذه السلالات الجديدة هل هي تشكل مصدر قلق على الأمن الصحي ببلادنا؟ هو الحقيقة أنه فيروس كورونا ما ولاش كل خبايا تاعو من الأول. على بالك الآن رانا فتنا سنة من ظهور الكورونا عندنا في الجزائر، وما وراش كل الخبايا اللي نتكلمنا عليها من الأول. هل يكون تخوف؟ أنا نقول يعني كل صراحة أنه التخوف يكون من الكورونا الكلاسيكي ولا الكورونا المتحور. هو الكورونا المتحور هو فيروس آيرين التحور، يعني الميوتاسيون لأباريسيون دي فاريو، هذه طبيعة الفيروس آيرين. دونك الإشكال ما راهوش في المتحور، الإشكال راهو في الفيروس كورونا الأول ولا في المتحور. الإشكال راهو الدائم من الأول، ونظن باللي الحال الآن أنه كل الجزائريين نعودوا نولوا الإجراءات الوقائية، يعني احترام إجراءات الوقائية. حتى رانا نشوف العالم باللي الخطر راهو حاضر كل دول العالم، ونسبة الوفيات في العالم راهي كبيرة. والآن الجزائريين لازم يعني ياخذوا الحيطة والحذر في احترام التدابير الوقائيه اللي لازم نعاودوا نقولوا لها. الارقام التي تطلعوننا عليها يوميا بروفيسور ياسر حال تشير الى عوده المنحنى التصاعدي، ما هي الاسباب والطرق؟ كيف تقرؤون هذه الارقام؟ الاسباب الاولى هي عدم احترام الاجراءات الوقائيه، التدابير الوقائيه، يعني القناع الواقي امامنا هنا، التباعد وغسل اليدين وتطبيق البروتوكولات الصحيه اللي خرجوا من المجلس العلمي. في كل مؤسسات الوطن تطبيق التدابير الوقائيه وتطبيق البروتوكولات الصحيه. هذا هو عدم الاحترام في الفيروس، يعني المتنقل من شخص الى شخص. الشخص هو يعتبر يعني كوم فيكول بور لو فيروس، استادير كان الانسان ينقص التنقل تاعو ويدير تباعد تاعو، ما يكونش يعني تنقل الفيروس. وانا نشوف الارقام راهي الارقام، انا نظن بلي كاين اشكال لحد الان. رانا اليوم عندنا في على حساب الوطن كنا نتكلم على المنحنى الوبائي، باسكو نعطي الناس، باسكو تقدر تقول منحنى وبائي وكاين الناس ما راهيش تعمى تعيار والاخر. انا راح نعطي المرضى في المستشفيات. اليوم الامس اخر الارقام 1716 مريض في المستشفى، يعني 1540 في المساحات الاستشفائيه و176 في الرياناماسيون. انا كي نقصد 176 الرياناماسيون صافي با دير 176 راهم انتوبي، يعني ماشي 176 دايرين، من كاين 176 في الرياناماسيون. انا باش نقول باللي الشفر يعني الرقم راهو بدا في التصاعد، وعلينا احترام التدابير الوقائيه. دونك 1716 مريض في المستشفى راهو رقم يعني مخيف، مقلق. انا نظن بلي الرقم مقلق. والناس دوك احنا عندنا اشكال الان انه احنا عاودنا ولينا مربع الصفر. لا نقول مانيش راح نتكلم على مربع الصفر. راح نتكلم انا احنا الاشكال الكبير في المساحات الاستشفائيه اللي نتكلم عليها، اللي انا نشرف عليها، اشكال كبير هي الخدمات الاخرى اللي خارجه على الكورونا. دوك حنا عاودنا رانا ولينا الخدمات الاخرى، يعني العمليات الجراحيه اللي كانت متعطله. دوك حنا عندنا دوك الان اشكال. انا دوك حنا وكان الارقام هذه تكمل التصاعد، راح نعاود نحيو الاسر للمرضى الاخرى. يعني هاو الاشكال اللي رانا فيها. لهذا حنا الان الدور تاعنا الان هو نعاودوا نولوا المواطن باش يحترم التدابير الوقائيه. احترام التدابير الوقائيه. نحن الان امام ضروره العوده الى اجراءات اكثر تجديدا لكبح انتشار هذا الفيروس، والله مع اخذ بعين الاعتبار انه منظمه الصحه العالميه حذرت الجزائر من موجه ثالثه. هل نحن بعيدون عنها؟ لا، احنا لسنا بعيدين. احنا ما نعرف، احنا نتمناو، صح نتمناو الخير، بس احنا كي نشوفوا الارقام هذا في المنحنى التصاعدي، نشوف الارقام هذه، يعني احنا رانا الان في منحنى
حتى ولو كان الارقام يعني ما راهيش مخيفه بصح نقولوا بلي رانا في منحنى تصاعدي. كنا عندنا 10 ايام كنا ب 1200 مريض في المستشفى، الان رانا ب 1716 يعني طلعنا ب 500 مريض في المستشفى. دوك هذا هذا يقعد مقلق، هذا الشيء مقلق، وهذا الشيء هذا الشيء راجع لعدم احترام التدابير الوقائيه. نكررها مره اخرى، القناع الواقي اللي واجب اللي فيه يعني مرسوم تنفيذي في ماي 2020 يمنع يعني الناس تكون في اماكن عموميه بدون قناع واقي. يعني مسؤوليه من هذا التراخي؟ مسؤوليه الجميع. احنا كلنا مسؤول، احنا ما راناش هنا باش نحدوا مسؤوليات المواطن. احنا رانا هنا، احنا رانا هنا يتعامل وكانه اختفى فيروس كورونا من الجزائر نهائيا ويتعامل بصفه عاديه. إيه انا راني معك الاخت فاضله، احنا ما راناش هنا باش نحدوا مسؤوليات، رانا هنا باش نعاودوا نولوا المكتسبات. احنا عندنا مكتسب، تحسيس وتوعيه. احنا عندنا مكتسب، رانا نشوفوا الجزائريين يقولوا باللي الجزائر راهي على منأى مع الدول مقارنه بدول اخرى. يعني لازم نحقوا هذا المكسب، لازم نحافظوا عليه. احنا رانا هنا باش المكسب هذا اللي كل الجزائريين ساهموا فيه. كان واحد الوقت يعني في نولي الشهور الماضيه فارطه، كاين الجزائريين كانوا يعني يحترموا التدابير الوقائيه، ولازم لازم نعاودوا نقولوا لهذه التدابير الوقائيه يعني بمشاركه الجميع، بمشاركه كاع المواطنين، انه يحترموا التدابير الوقائيه ويحترموا البروتوكولات الصحيه في مؤسسه الوطن. هناك بعض الاطباء الان ينادون الى ضروره التخوف مما هو قادم من السيناريوهات، خاصه بالنسبه للسلالات المتحوره. ما الذي يجب معرفته حول هذه السلالات المتحوره؟ هل نفس درجه العدوى؟ هل هي اخطر؟ ما الذي يجب؟ هي كل سلاله. احنا نتكلموا على السلاله، كاين سلاله النيجيريه، سلاله البريطانيه، سلاله الافريقيا الجنوبيه، سلاله البرازيليه الامازونيه. سلالات لحد الان ما يعني ما حدوش خطوره السلاله، بصح حد كاين سلالات اللي تكون عندها الانتشار تاعها اكثر من السلاله الكلاسيكيه، يعني السلاله الاوريجينال الاولى. السلاله الاولى احنا كي نقولوا يعني سلاله تكون اكثر انتشار، كي يعني كي تقارني اللي تكون اكثر انتشار بطبيعه الحال حتى هو يعني سور غولاتيف ما يكونش نسبه الوفيات كبيره، بصح راح تكون العدد يكون اكبر بمقارنه العدد الاكبر اللي يعني بور لاتنت، يعني قد ما يتقاس الاخر يكون العدد تاع الوفيات يصعد. دوك لحد الان حنا راهم يقولوا باللي العلماء يعني في الفيرولوجيا راهم يقولوا باللي كاين تكون اكثر انتشار، ولكن انا المهم والاهم هو انه نفس التدابير الوقائيه لكل السلالات. ولحد الان راه من نقولوا باللي التلقيحات راهي مناسبه للفيروسات المحوريه. اللقاحات التي تم اعتمادها ضد فيروس كورونا هي نفس هي فعاله ايضا ضد سلاله جديده. كل يعني كل اللقاحات راهم يقولوا، كل منتجي اللقاحات راهم يعني اكدوا باللي الفيروسات اللقاحات راهي فعاله ضد الفيروسات المحوريه. أهل الاختصاص يحذرون من حالة التراخي، ولكن هناك أيضا بعض التصريحات ربما كانت عامل من عوامل التراخي. عندما نسمع الحديث عن أنه الجزائريين وصلوا إلى اكتساب مناعة القطيع، هل فعلا ذلك؟ والله احنا أنا أستاذ في الطب، كل يعني كل كونكلوجيون يعني كل خلاصة قول اللي يكون على أسس علمية يعني لازم يكون يدوا يافوار دي بروف سيانتيفيك، لازم تكون ادله علميه لكل قول نقولوه. انا نتكلم على الانسان، نتكلموا على المناعه. احنا ديجا في الاول رانا نقولوا بلي فيروس كورونا المناعه تاعو راهي المناعه المكتسبه تاعو راهي بين 8 شهور وعام. دوك على اي مناعه نتكلم؟ هذه الاول. ثانيا كاين عده دول تكلموا على مناعة القطيع، على يعني ليمينيتي كوليكتيف. نظن انا كي نقارنوا دول أوروبية يعني وين كانت النسبة، لو طو دانسيدونس بلوز إلفي اللي كان في أوروبا، ولا كي نتكلم على البرازيل ولا في الهند. هاد الدول يعني كانت عندهم نسبة كبيرة في لا بوبيلاسيون تاعهم، وما تكلموش على ماهمش يتكلموا على ليمينيتي كوليكتيف، حتى وين كان دول اللي تقول بلي كاين يقول انا احنا راحين على هذه الوتيره راحين نلحقوا نسبه مناعه القطيع
في جويلية 2021، كان يقول في سبتمبر 2021. كيف للجزائر اللي عندها أرقام يعني بسيطة، عندها الأرقام قليلة، حتى ولو كان فيه كلام ويقول حتى وكما يحب، كيفاش يعني نتكلم على منع قاطع؟ أنا نظن باللي أنا هذا رأيي الشخصي ونتحمل واش راني نقول. نتكلم ولا تكلمنا على منع القطع الآن، و سي اون بارل دو ديمينيتي كوليكتيف اكتوالمون، يعني راح ينقص من الناحية الأولى، راح ينقص من من احترام التدابير الوقائية. الإنسان يعني يتكلم يقول على منع قطع، يقول على وانا وصلنا ليميونيتي كوليكتيف، دونك الناس راح تنحي لا بابات. سي كوم لي جون كي سفون فاكسيني، يعني اللي يلقحوا وينحي الاخر. نظن بلي هذا راه سبق الاوان، وكل حاجه يعني خلاصه علميه لازم لها ادله علميه. نعم. في المجلس العلمي راه يعني لا ايتي ديسيدي في المجلس العلمي انه راح تكون اون اتيود دو سيرو بريفالونس باش تشوف هذه اللي راح يقوم بها الخبراء تاع المعهد الوطني للصحه العموميه، باش يديروا لا سيرو بريفالونس باش نشوفوا. بصح هاد ليتيود راح تقوم على اسس علميه. يعني جو دي بيان اسس علميه sur le plan notamment sur le plan méthodologique. يعني لا يمكن الحديث على انه وصلنا الى ما تقدر ما عندك ما كاين حتى دليل علمي قاطع باش الناس. يجب اعاده النظر في الطريقه الاتصاليه بروفيسور. الطريقه الاتصاليه مانيش فاهم يعني السؤال. في طريقه التواصل مع المواطنين، تواصل المواطنين. نظن بلي انا وجودي الان عندك الاخت الفاضله، وجودي عندك الان انا جيت على لهدف واحد، أنه نعود نحسوا المواطنين بإمكانية خطورة الوضع. الآن لازم واجب علينا نعود نولوا نحترموا التدابير الوقائية ونحترموا البروتوكولات الصحية اللي درست في المجلس العلمي بمشاركة إطارات كل القطاعات الأخرى. بالنسبة لحملة التلقيح باشرتها بلادنا منذ الآن 3 أشهر و20 يوم. نعم. تقريبا منذ أول جونفين بداية العام، كيف تسير العملية؟ ما هو تقييمكم الأولي؟ نظن باللي السيد وزير الصحة وكل أعضاء المجلس العلمي في أوائل التلقيح تكلموا على عملية تلقيح يعني تدريجية في عام 2021. نعم. ما قلناش يعني هو الشيء اللي كان شيء واحد قيل انه قبل نهايه اللي ذكره السيد رئيس الجمهوريه، ان قبل نهايه جانفي 2021 لازم الجزائر تبدا تلقيح. نظن بلي هذا الشيء ندار. الان كيف تجري عمليه التلقيح؟ والله انا نقول رايي الشخصي انه وسائل التواصل الاجتماعي، وكي نقول وسائل التواصل الاجتماعي مانيش راح نتكلم على الجزائر فقط، راح نتكلم على العالم كامل. وبعض يعني الصحف الإلكترونية عملت يعني حملة شرسة ضد التلقيح، وهذا معروف يعني من عنده 20 سنة معروف باللي كاين ناس وكاين دول معروفة، كاين دولة جارة يعني أوروبية معروفة يعني في هاد البلدان هادو معروفين بعداوتهم للتلقيح. نظن كاين بعض اللقاحات تسبت لها مشاكل كبيرة اللي أثرت في دول العالم على عمليات التلقيح. نتكلم على سبيل المثال، احنا لحد الآن صح راهي عدد الذين تلقوا التلقيح لحد الآن نقدر نقول لك في أواخر إن شاء الله رمضان راح يكون كل هذه الأرقام راح تكون عندكم. الشيء المهم الذي درس في المجلس العلمي أنه يعني على الشبكة الإلكترونية في المنصة الرقمية أنه سيد وزير الصحة أنه أمر باللي هذه المنصة الرقمية الناس اللي راح نتكلم الناس اللي راهي مسجلة في المنصة الرقمية راح تكون كلها راح تكون يعني باش تخلص من يعني تخرج من المنصة الرقمية يعني ملقحة. الآن شهر أبريل بإذن الله بين شهر أبريل وشهر ماي، وراح يكونوا عدة لقاحات في أواخر شهر أبريل وفي الديبي تاع شهر ماي في إطار كما تقول أنت كوفاكس يعني ملتي لاتيرال. متى تستقبل الجزائر اللقاحات المندرجة ضمن آلية كوفاكس؟ إن شاء الله عم يلحقوا إن شاء الله ما بمنا في أواخر أبريل يكون يعني يكون جرعات أواخر أبريل إضافية. جرعات إضافية. الإشكال الأنواع
بالانواع الجرعه باذن الله. خلي معلومات خلي على السيد وزير الصحه. لا ما نخليهاش السيد وزير الصحه، المواطن بحاجه الى الاطمئنان. خلينا نتكلموا والله والله نفتح قوس ونغلقوه بسرعه فقط حول اللقاحات الان باذن الله راح تكونوا. شوفي على كاين تذبذب في العالم على حسب الدول المنتجه. لا نحن نستبشر خير لانه الجزائر ستنتج اللقاح شهر سبتمبر ان شاء الله. ان شاء الله يكون عندنا سبوتنيك ان شاء الله زياده في البلاد. نعم احنا معلش ما نقدرش نعطيك المواعيد على التذبذبات اللي راهم في العالم. التذبذبات اللي راهم في العالم كاين دول منتجه، انا مانيش نتكلم على الدول الاوروبيه وانتي تعرفي البلاد ربما حتى هذه سلالات متحوره تخلط الحسابات. دول دول منتجه في دول الفافير دولاري طونسيون غير يكون عندها اشكال في 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 عده اصابات في بلادها تعمل لك لاري طونسيون تنقص لك الكوطا ونقص هذا امام الدول الاوروبيه. انا واش يهمني؟ انا يهمني جيت باش نقول انا نتكلم على التدابير الوقائيه، وثانيا نتكلم على استرازينيكا. كنت ساسالك على لقاح استرازينيكا. نتكلم على استرازينيكا، راهو الان محل جدال والشكوك تحوم حول فعاليته. هناك تضارب في المعلومات، قد تكون هذه المخاوف صحيه او قد تكون ايضا مغرضه لانه التنافس عالمي. انا ما نقولش بلي مغرضه، احنا نقول واش يعني واش يكون يعني كل شوف احنا احنا معروف احنا الجزائر عندها une agence de pharmacovigilance. الجزائر عندها وكاله لرصد هذه الاعراض الجانبيه لكل الادويه بما فيهم اللقاحات. تم تسجيل اعراض جانبيه عند الاشخاص الذين تلقوا لقاحات؟ مينور، كلش مينور، ما سجلناش. وغدا ان شاء الله راح تكون معنا في المجلس العلمي المديره العامه تاع الوكاله تاع الفارماكوفيجيلانس، راح تكون غدوه ان شاء الله على الوحده تكون في المجلس العلمي. مينور الانسان احنا اللي راهو يتكلم يقول باللي يكون اشكال. علاش قلت لك سبب لنا التواصل الاجتماعي؟ سبب للدول من ناحيه صحيه، سبب لها اشكالات كبيره. يقولوا بلي كاين دي ترومبو في ليبيد. احنا انا البارح كنت نقرا في نيتود سيانتيفيك اللي دارتها الجامعه البريطانيه اوكسفورد، قدها ما صابتش يعني بلي بلوس دو ترومبوز في الاسترازينيكا بارابور لي زوتر فاكسان بارابور فايزر وبارابور موديرنا. هاو البارح خرج ارتيكل سيونتيفيك، خرج من جامعه اوكسفورد امس، بالامس خرج، امس راهو في الاخر. ما نظنش كاين اعراض جانبيه، ما نظنش يعني اعراض جانبيه خطيره راح يكونوا في استرازينيكا. لهذا نقول الناس احنا ولاد ذكري كانوا مع في الاول الجزائريين في الاول ولاد ذكري في المنصه كنا هنا في عندك في الراديو كنا نقولوا سبوتنيك، كانوا يقولوا الناس يجيبوا لك الاخر. نعم. ويقولوا الناس يجيبوا سبوتنيك. دوك انا نشوفوا بلي علماء راهم يحوسوا على سبوتنيك. نعم. ياك هكذا في هل الاول. هل وجدتم هذا ربما هات عند المواطن هذه المخاوف انه يكون يفضل سبوتنيك على استرازينيكا اثناء عمليه التوقيع؟ والله ربما كانت من بين اسباب العزوف. هذه بالاسباب العزوف استرازينيكا راهو موجود حاليا. انا راني ناكد بلي استرازينيكا راهو موجود حاليا في بوليكلينيك يعني في المساحات الجواريه تاعنا راهو موجود. استرازينيكا موجود، العزوف كاين. سبوتنيك في الجزائر عنده يعني جاذبيه اكثر من استرازينيكا. وحتى ولو كان يعني باش نقولوا بلي الميول راهو ميول يعني وقتي. نعم. اليوم يقول راني ما نديرش استرازينيكا، غدوه ان شاء الله وكان يكون حاجه. باش نقول بلي يعني حتى واش لي زكري واش يكونوا في الـ في الـ في, الـ في الـ يعني في التواصل الاجتماعي ولا يكون في الجرائد، يعني مانيش نتكلم على الجزائر، نتكلم على العالم كامل، يسبب اشكال للماركه تاع الفاكسان، الماركه تاع التلقيح هي اللي هي. دوك الانسان يقدر يقول انا واش نقدر نقول؟ كل اللقاحات اللي جلبتها الجزائر، كل اللقاحات اللي جلبتها الجزائر لقاحات امنه للجزائريين وفعاله للجزائريين، وهذا قلناها من الاول كي بدينا احنا قلت لك بسبوتنيك. كاين بزاف حتى في دول العالم يقول لك كيفاش سبوتنيك، بصح راهو دوك الان يقول لك سبوتنيك راهو يعني من اوائل المناعه التي يكتسبها الذي تلقى تعرض الذي تلقى جرعه اللقاح هي لمده تتراوح بين 6 اشهر، هناك تضارب 8 اشهر، سنه، كان يقول سنتين. نعم. وشكون راح يقول اقل؟ شكون يقدر يقول؟ انا هو يقول سنه نقول له سنتين، هم يقولوا احنا نقولوا سنه، شكون راح يقدر يمو كونتردي؟ احنا هذا انا واش يعني رايي ورايي الشخصي انه هو المهم عمليه التلقيح لازم تكون باش نخرجوا من 2021 بسلام. وانا على بالي مع الوقت راح يكون باذن الله بالك التلقيح
اللي بالك راح يقدر يكون دايم وبالك الفيروس الفيروس كورونا هذا ما روش راح يكون كيما الفيروس تاع الانفلونزا الموسميه يعني ولا لازم له تلقيح كل سنه دونك نظن باللي فيه كلام وفيه بالنسبه للقاحات المندرجه في سياق اليه كوفاكس ما هي المخابر التي تعاقدت معها الجزائر في حالات الاليه؟ احنا كي تقولي في كوفاكس ما تقدريش تسمي المخابر بكل تاكيد لا انواع الماركات يعني كل يعني اللي درست في المجلس العلمي يعني نفهم وين حابه توصليني يعني اللقاحات الامريكيه يمكن يكون اللقاحات الامريكيه راهي راح تكون فيهم اللقاحات الامريكيه وراح تكون لقاحات جديده اللقاح الصيني الجديد وراح يكون لقاحات وان شاء الله ويقول علاش يعني هاد الدوله هاد كاين الناس دعوت هكذا يعني تقدر الحصه الاولى في اطار اليه كوفاكس خلي ان شاء الله ما نقدرش نعطيك الرقم علاش ما نقدرش نعطيك الرقم من بعد الناس تحكم عليا الرقم هذاك وكان يعاود يسيل الدوايت غوفيو على باس يقول لك راه قلت رقم وخرج رقم علاش قلت لك رانا احنا رانا يقدر يخرج اكثر ان شاء الله احنا علاش نقول لك هكذا احنا رانا حصيله تذبذبات اللي راهي توقع في العالم والعالم راكي تشاهدي الاخت منصوري انه العالم راهو تبدل كثير يعني تغير بشيء رهيب بكل تأكيد. سي البروفيسور الياس رحاله رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون من بين أولوياته توفير رعاية صحية شاملة وبنوعية جيدة لكل المواطنين سيما مكافحة الأمراض، ما هي استراتيجيتكم لتحقيق ذلك؟ احنا رانا في وزارة الصحة وزير الصحة سد التعليمات منذ وجوده في وزارة الصحة أنه رئيس الجمهورية il y a des priorités, monsieur le président de la République. أولويات رئيس الجمهورية. أولويات رئيس الجمهورية سرطان الاستعجالات الطبية الجراحية. المرأة الحامل، الطفل، لا كونسلتاسيون، وسرطان، سرطان عند الكبير وعند الصغير. نتكلموا على لي زورجونس. كاين لي زورجونس كاين برنامج في وزارة الصحة، وتكلم عليه عدة مرات السيد وزير الصحة. برنامج تقريب الصحة من المواطن يعني إعادة تفعيل الصحة الجوارية إعادة تفعيل الصحة الجوارية هذه عملية كبيرة وكبيرة الموديل يعني المثل اللي راهو راح يندار عليها وراح تشوفوها في النموذج الموديل النموذج راك تشوفوه في الجزائر العاصمة وخمسة ولا ست ولايات مجاورة لولاية العاصمة بمعية الوالي ولاية الجزائر كاين مصحات جوارية اللي راح ماشي راهي أنا قريب توجد إن شاء الله أكثر من 10 ولا 12 مصحة جوارية في كل يعني منتشرة في ولاية الجزائر اللي راح تكون نموذج لكل ولايات الجزائر هادو باش نعاودوا التفعيل من ناحية البشرية من ناحية التنظيمية ومن ناحية الاستقبال ومن ناحية الأمن لتخفيف نتكلم على تخفيف المستشفى لتخفيف المستشفيات يعني لي زو بي اش ولا المستشفيات الجامعيه هادو راح يكونوا من ناحيه العنصر البشري فعال انه الانسان ما لازمش عليه يذهب الى المستشفى باش يعني باش يداوي المستشفيات الكبيره الجامعيه ولا المستشفيات العموميه راح تكون تعاود تولي لمهامها الاصليه وهذا المستشفيات الجامعيه للتكوين لاو تكنولوجي لا فورماسيون اي التروك دو بريسيزيون والمستشفيات يعني العموميه اللي راح تعمل العمليات الجراحيه ولكن كل الاشكالات الصحيه اليوميه حتى نتكلموا على الامراض المزمنه امراض مزمنه يعني مش معقول انه امراه ولا رجل ولا يكون عنده ضغط دموي انه ينتقل للمستشفى باش ياخذ يعني الضغط نسبه الضغط نسبه الضغط الدموي تاعو نعاود نولي لك السرطان سرطان سيد وزير الصحه حط لجنه يعني تحت الوصايه تاعو حط لجنه مكلفه بسرطان هذه اللجنه راهي تعمل بدون هواده مده اكثر من 4 أشهر لحد الان يعني راهي تعمل من ناحيه تنظيميه للسرطان بعلاجاته المتعدده العلاجات يعني نتكلم على علاجات لا راديوثيرابي نتكلم على الانكولوجي ونتكلم على الجراحه و اون ميم طون لو مود دو فينانسمون يعني كيفاش يعني نقدروا باش نلحقوا باش الميزانيه تكون ميزانيه السرطان يعني تكون يعني فعاله
باش يعني اون ريبون للاشكالات وتانيك بتفعيل بتفعيل يعني كل 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 مراكز السرطان اعاده التنظيم في في مراكز السرطان و كي راكي تشوفي انت باغ اكزومبل لا بلاتفورم تاع لا راديو ثيرابي اللي تحطت المنصه اللي اخذ بعين الاعتبار سرطان كبيره سرطان تدي حتى وان كان الان مازال يكون بنين احنا على يعني متيقنين بلي يكونوا مازال اشكالات وكل حاجه احنا يقولوا لنا الاشكال في احنا في الجزائر يقول لك يعني الانسان حتى يدوموندي يقول لك لازم يكون عنده ليفيكاسيتي دو 100% بور لونسي ان بروجي الوغ سا سي اون ايرور ان بروجي لازم يتحط في الميدان ومن بعد ايتيفاليو احنا دوك احنا راح نقيموا هاد لا بلاتفورم احنا وحتى ولو كون 40 عبر الزمن 50% وراح والتحسين تحسين نعم. بالوقت وحتى نحسنوها حتى راح نزيدوا فيها لي باثولوجي واحد اخرين تاع لي كانسير ما ناخذوش غير بسرطان الثدي نعم. هذا الاشكال راني نتكلم على سرطان نولي لك يعني راني نتكلم بجون فاسون سومير يعني باش ما نطولوش ونتحبين نعملوا المحصة على هاد على برنامج السيد رئيس الجمهورية ما كان حتى إشكال رانا هنا مع وزير الصحة نتكلموا على هذا الشيء الاستعجالات الطبية الجراحية رانا نتكلموا على باغ اكزومبل خفض كل دائما في برنامج السيد وزير الصحة والسيد رئيس الجمهورية خفض الوفيات في الجزائر للأمراض اللي معروفة أنا نتكلم على ثلث إشكالات صحية الامراض القلب والشرايين اللي توت لي زافيكسيون كارديو فاسكولير اي فاسكولير حنا راكي شفتي درنا لونسينا برنامج وبيوم الخميس عندنا اجتماع يوم الخميس ان شاء الله عندنا اجتماع مع اطارات وخبراء تاع الامراض القلب لي باش نقصوا يعني باش نعاودوا نحطوا هذا البرنامج اللي لونسيناه عنده شهر ونص في السي سي سي سابيل لو ستامي باش نقصوا من لي زانفاركتوس دو ميوكارد بالوفيات ولا باش لي ستانت رابيدمون هذا البرنامج هذا نقص الوفيات لو ستامي لو دوزيام بروبليم تاع لي زاكسيدون لا سيركولاسيون هذا يدرس يعني في 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 حال حوادث المرور في دونز ان كادر ملتي سيكتوريال يعني لجنه قطاعيه مع متعدده القطاعات وثالثا تكلمنا على السرطان نعم. تكلمنا على المراه الحامل انه الان ولا انت راكي سي اخت منصوري تشاهدي بلي نقص يعني الاشكال تاع المراه الحامل في الاخر بالتعاقد مع العيادات الخاصه نعم. في اخذ بعين الاعتبار المراه الحامل اللي راهي الان عندها حريه للتنقل تم تحسين ظروف تحسين ان شاء الله وان شاء الله يكون نتكلموا على ستكون لنا فرصة مستقبل إن شاء الله نتكلم عليها شكرا جزيلا لك بروفيسور الياس رحال المدير العام للهيئة الصحية وعضو لجنة رصد وتفشي كوفيد 19 على كل هذه الإثراءات القيمة شكرا أشكر على وجهك شكرا لكم مستمعينا حققنا الكثير فيما يخص التغلب على كوفيد تقيدوا بالإجراءات الصحية حتى لن نفشل إلى اللقاء